بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم حضرات المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات تعليم الخط العربي. زي ما اتعودنا حضراتكم، أنا بقدم حلقة بكتب فيها حروف أو بشرح فيها الحرف إزاي يتعمل، وبقدم حلقة عاديها على طول بقدم فيها آية كاملة أو جملة كاملة أو بيت شعر بكتبه بخط الرقعة، بحيث إن برضك الناس والمشاهدين وحضراتكم تعرفوا الحروف، شرح الحروف، وتعرفوا تكتبوا الجمل كاملة على بعضها إزاي. وأتمنى من الله إن ربنا يوفقنا وأكون عند حسن ظن حضراتكم، وبإذن الله وأطلب من حضراتكم ده رجاء إن تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس، واكيد ان شاء الله الفيديو هيعجبكم وباذن الله هتعجبوا بيه. زي ما قلنا النهارده ان شاء الله هنعمل حرف الحاء وحرف العين. حرف الحاء دي كده نقطه بس طويله شويه، يعني نقطه كانها نقطه بس انا بطلع بيها سنه كده ايه لفوق شويه. الجزء الثاني هو زي نقطتين، بطول نقطتين، يعني دي كده نقطتين بس فيها ميل، فيها كأنك واخد كرف العين حاجب. الجزء الثالث في الحاء هو اربع اجزاء. الجزء الثالث السحبة دي بتسحب بيها لحد ما تطلع بره عن الجزء ده، لو خدنا خط مستقيم كده دي هتجيب نقطة. آخر جزء اللي هو حرف الباء اللي احنا اتعلمناه الحلقة اللي فاتت، لو جبناه كده يبقى احنا عملنا الحاء. يبقى حرف الحاء مكون من كام جزء او من كام قطعة او من كام ضلعة؟ مكون من اربع مراحل. اول مرحلة اللي هي النقطة، تاني مرحلة النقطتين واخدين زي ما انتوا شايفين كيرف، تالت مرحلة الجزء اللي نازل لتحت وبيطلع بره الحاء بمسافة نقطة، رابع مرحلة اللي هو الجزء اللي زي الباء اللي بيجي بالشكل ده كده. يعني احنا لو فصلنا هيبقى حرف الباء. ده بالنسبة لحرف الحاء. طيب حرف العين، حرف العين زي الحكاية نفس الموضوع، هو نقطة اهو النقطة بتاعتنا دي اهي، صح؟ باجي من هنا كده، المفروض ان انا باخدها مرة واحدة، باجي اعمل كده كأني بكتب حرف او رقم اتنين نكتبها على بعضها، اهي كأني بكتب رقم اتنين. الجزء التاني بطلع، شايفين النقطة دي؟ بحط هنا نقطة وباجي من هنا كده اهو، بعد بداية دي كده بنقطة وبنزل بالعين. قلنا بننزل بالعين ايه؟ زي الحاء بالظبط لحد ما اوصل في فرق نقطة. طب اخر خطوة هي الباء بتاعتي، بجيبها تاني هنا، يبقى انا كده عملت حرف الايه؟ حرف العين. معلش هنعملها مع حضراتكم تاني عشان ايه الجزء ده كان مختفي. ادي حرف العين، واحد اتنين، من هنا لهنا نقطة، ببدأ انا من هنا كده بنزل بالجزء التالت والجزء الرابع اللي هو حرف الايه؟ الباء. دي طبعا ايه، انا بعملها لكم كانه حرف الباء، بس هو مش حرف الباء هنا، هو جزء من حرف العين، بس هو في طبيعي ان حرف العين مكون من اربع اجزاء اللي انا قلت لكم فيها، اللي هو جزء واحد اتنين تلاتة اربعة.
شفتوا جت ازاي؟ مع التكرار يا جماعة، مع التكرار لازم تكتب الحرف مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة والف ومليون علشان تقدر توصل للحرف، يعني ما تملش وما تزهقش بسرعة وما تقولش ان انا تعبت. لا، الموضوع سهل جدا بس عايز تدريب وعايز اصرار وعايز عزيمة، وان شاء الله بإذن الله مع بعض هنوصل لأحسن مستوى.